حين يختفي النحل عن الأرض يبقى للجنس البشري 4 سنوات فقط لعيشة، لا نحل، لا تلقيح للنباتات، ولا حيوانات، ولا إنسان. خلينا ما ناخدش الجملة دي بالشكل الحرفي على الأقل فيما يتعلق بالنطاق الزمني، لكن الجملة دي بتحوي جوهر من الحقيقة المغفول عنها. فالنحل عبارة عن مؤشر حساس للطبيعة السليمة وشكلها الجوهري، وده لأن الحشرات بتلقح 80% من النباتات الزهرية، ومن النسبة دي النحل بيلقح 85% من النباتات، وبتوصل النسبة ل 90% في أشجار الفاكهة. يعني لو مفيش نحل مفيش تقريبا أكل، ولا في حتى قهوة نشربها، وده لأن نبات القهوة بيعتمد بشكل أساسي في تلقيحه على النحل. والنباتات الزهرية اللي بيلقحها نحل العسل بتوصل ل 170 ألف نوع. لما بتيجي سيرة النحل على طول بيجي في دماغنا العسل وحلاوته وغذاء ملكات النحل وفوائده، لكن بننسى دايما أكبر أهمية للنحل، وهي إن من غير النحل هنفقد تلتين غذائنا تقريبا، وده لأن النحل بيمثل 85% من الحشرات الملقحة للنباتات، وبالتالي بيحقق زيادة في الإنتاج وزيادة في التنوع الحيوي الزراعي. وفي الحقيقة الحياة مرتبطة ببعضها بشكل مذهل، خلقت في تناسق وترابط دائم. وفي الحقيقة برضو النحل ما توقفش في العطاء لحد هنا، لا ده في منتجات بيصنعها النحل ممكن فعلا تغير حياتنا بطريقة مش متوقعة، زي مثلا البي بروبلس، وده اللي هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. أنا مصطفى محمد، ودي حلقة جديدة من برنامج كازابلانكا. في اكتشاف أثري تم اكتشافه مؤخرا، وجدوا ان الانسان كان بيربي النحل من حوالي 8500 سنة، والتاريخ الطويل ده سمح لينا نفهم الهبات والهدايا اللي بيقدمها لينا النحل، ومن اهمها منتج من منتجات النحل اسمه البروبلس او الدنج او عقبر النحل او صمغ النحل. والبروبلس عبارة عن مادة صمغية بيصنعها النحل لسد الشقوق اللي موجودة بين الخلايا، وكمادة مضادة لأي إصابة بكتيرية أو فيروسية. استخدموا المصريين القدماء والفرس واليونان والرومان، وهلبن المصريين القدماء استخدموا البروبليس في تحنيط الجثث، وده مماثل للي بيعملوا النحل في أي دخيل أو حشرة كبيرة تهاجمه، بيقوم مغطيها بالبروبليس عشان يمنع إن الحشرة دي تتعفن فتسبب له أي أضرار صحية جوه الخلايا. كمان المصريين القدماء اعتبروه سر الصحة والحياة الأبدية، وتعرف في الحضارة اليونانية بشكل كبير لدرجة ان ارسطو هو اللي اطلق على المنتج اسم بروبليس، وده كان حوالي سنة 350 قبل الميلاد، وده اسم لاتيني مكون من كلمتين، برو معناها قبل، وبوليس معناها حصن او مدينة، وفي المجمل الكلمة معناها حامي المدينة او حصن المدينة، وده لانه بيحمي الخلية من البكتيريا واي عدوى فيروسية او فطرية. واستخدم طبعا في الحضارة الرومانية بشكل كبير، لدرجة ان هم كانوا بيستخدموه في الحروب كعلاج للجروح، وكمقوي معنوي لرفع الروح المعنوية عند الجنود. وكتب عنه أبوقراط ابو الطب الغربي، قال انه مفيد كعلاج للجروح والتقرحات والكدمات، واستخدمه الطبيب الروماني الشهير بليني لتخفيف الاورام، لدرجة انه كتب ان البروبليس يشفي الجروح التي تبدو انها ميؤوس منها. كمان ابن سينا اقترح في مخطوط قديم ليه استخدام البروبليس كعلاج للاكزيما والام العضلات والروماتيزم، وكتب مؤلف عصر النهضه جيرارد ان البروبليس كان مفيد في جميع انواع الالتهابات. وسنه 1600 تم ادراج البروبليس كدواء رسمي في لندن فارما بويس، وده دستور الادويه في لندن. في سنه 1914 في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه تم استخدام البروبليس من قبل الاتحاد السوفيتي في علاج الجروح ومضاعفاتها وسرعه شفاء الجنود، لدرجة ان هم اطلقوا عليه البنسلين الروسي. وفي سنة 1973 حصل الدكتور كارل لوند عالم الاحياء الدنماركي، احتاج تدور له على صورة مش لاقي، حصل على لقب دكتور بروبليس، وده لانه عمل دراسة على 50,000 مريض بيعانوا من امراض مزمنة متنوعة، وثبت فعالية البروبليس في علاج امراضهم دي بدون اي اثار جانبية. ومن المدهش ان معظم وان لم يكن كل التطبيقات التقليدية للبروبليس تم اثباتها من خلال الابحاث والدراسات الحديثة، وكل ده اثبت ما عدا الحياة الابدية للمصريين طبعا. ومع ذلك في نوع من البروبليس البرازيلي الاحمر بيساعد في اطالة العمر، ومش عايزين نقول اطالة العمر بشكل واضح، لكن هو بيساعد على تقليل فترة موت الخلايا. ولكن قبل ما نخش على الابحاث والدراسات المنشوره عن فوائد البروبليس، خلينا الاول نعرف هو ازاي النحل بيكون البروبليس، والبروبليس ده كيميائيا مكون من ايه. اولا البروبليس عباره عن ماده حمضيه لزجه بيتم تكوينها من مصدرين، مصدر خارجي ومصدر داخلي. المصدر الخارجي بتنتجه النباتات،
النباتات بتفرز مادة صمغية ومواد راتنجية في أماكن الجروح اللي موجودة على الجذوع أو حوالين البراعم والأوراق الجديدة زي أشجار البلوط والصنوبر وغيرها طبعا من الأشجار الكتير، والمادة دي بتحمي المنطقة المفرزة فيها من أي عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، والنحل بيجمع المادة دي وبيضيف عليها شوية حاجات، أولها لعاب، ثانيها بيضيف حبوب اللقاح من 5-10%، وبيضيف الشمع بنسبة من 20-30%، وبيضيف نسبة قليلة من العسل، والخلطة دي كلها بتطلع لنا في الآخر المنتج اللي احنا اتكلمنا عنه واللي هو البروبليس. وبالنسبة للمصدر الداخلي فبينتجه النحل كمخلف صمغي نتيجة الهضم الأول لغبار الطلع داخل العضو الواقع بين معدة العسل والمعدة المخصصة للهضم. وتركيب البروبليس بيختلف من منطقة لمنطقة ومن فصل لفصل وعلى حسب النبات اللي النحل بيجمع منه الرحيق، لكن عادة بيبقى لونه بني غامق. وظهرت أحد التحليلات في إنجلترا وجود أكثر من 150 مركب موجود في عينة للعقبر تم تحليلها، ولكن لحد دلوقتي تم عزل 180 مركب من العقبر، ولاحظوا ان في كل تحليل بيطلع عدد مختلف من المركبات، واخر تحليل اتعمل وجدوا 300 مركب كيميائي معظمهم على اشكال الفلافونويد، ودي مركبات مضادة للاكسدة. طيب ايه بقى فوائده المثبوتة بالدراسات والابحاث العلمية؟ بص يا سيدي، في دراسة بتقول ان البروبوليس ليه خصائص مضادة للبكتيريا، بكتيريا بس؟ لا، والفيروسات والفطريات، وكمان مضاد للالتهابات، ولكن هم لحد دلوقتي ما توصلوش للآلية اللي بيشتغل بيها البروبليز عشان يبقى مضاد بكتيري وفيروسي وفطري وفي نفس الوقت مضاد للالتهابات. في دراسة تانية لقوا ان في مركب في البروبليز اسمه بينو كامبرين، والمركب ده بيساعد على سرعة التئام الجروح، كمان بيساعد الاشخاص اللي اتصابوا بحروق بالغة على سرعة الشفاء، والآلية اللي هو بيشتغل بيها بيشتغل على الخلايا الجديدة، بيسرع من انتاج الخلايا الجديده. وتم صناعه مراهم من البروبليز زي الهير ستارت ومرهم كلوسر افكس، والمراهم دي بتسرع وقت الشفاء وبتقلل الاعراض الناتجه عن مرض الهربس التناسلي. والدراسه وجدت انه مش بس بيقلل من كميه فيروس الهربس، لا ده كمان بيحمي الجسم من حدوث اي تقرحات. وفي بعض الدراسات لقوا انه ممكن يكون للبروبليز دور في علاج بعض انواع السرطانات، وده لانه بيمنع الخلايا السرطانيه من التقصف وبيقلل شويه من احتماليه تحول الخلايا لخلايا سرطانية. اقترحت الدراسة ان البروبليس ممكن يكون علاج تكميلي ولكن مش علاج وحيد للسرطان. وفوائد البروبليس بتشمل عدة انماط تانية، وده على حسب مراجعة نشرت على NCBI. اولها انه مضاد للبكتيريا والفيروسات وسريع جدا في شفاء الجروح وبيساعد على حماية القلب، كمان بيساعد على تحسين المناعة بشكل عام وكويس جدا لمرضى الضغط المنخفض. ومع بقى ظهور الطب الحديث وانتشار استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع، وده أدى لحدوث مشاكل كتير جدا، وأهم من المضادات الحيوية بقتش فعالة زي الأول، ولكن بفضل وجود مجموعة كبيرة من المركبات المضادة للبكتيريا والميكروبات الموجودة في البروبليس، فالبكتيريا هنا غير قادرة على مقاومة البروبليس. يعني بالشكل ده ممكن نقول لقد حان وقت البروبليس. ممكن هنشوف الأيام الجاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ولو عجبتكم الحلقة وعايزين نكمل في المحتوى دوسوا لايك بقى وسبسكرايب وساعدونا في اننا ننتشر، ويا ريت تنزلوا تشوفوا المصادر وتبصوا على الحلقات اللي فاتت. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية.